أكدت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالبرلمان العربي على ضرورة أن يولي المجتمع الدولي المزيد من الاهتمام بالوضع الإنساني للاجئين ودعم الجهود الرامية إلى تحسين أوضاعهم الإنسانية. جاء ذلك خلال مشاركتها مع معالي السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي خلال الزيارة التي يقوم بها البرلمان العربي إلى اليونان. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد. مساء الخير سعادة الأستاذة، ومن الواضح أن أبرز ما تمت مناقشته خلال هذه الزيارة هو موضوع اللاجئين. ما هو الدور الذي من الممكن أن يلعبه البرلمان العربي لمحاولة حل هذه الأزمة؟ طبعا زيارتنا اليوم لليونان تأتي كتنفيذ لمبادرة البرلمان اللي أطلقناها بشأن اللاجئين السوريين من منظور الإنساني والتشريعي. طبعا واحنا تكلمنا يعني مع المعنيين المسؤولين ابتداء من رئيس البرلمان اليوناني تم الاجتماع معه وكذلك الوزير المعني بحقوق اللاجئين السوريين، وحاليا الان تونا طالعين من مخيم اللي اللاجئين كارتيبيل اللي هو اكثر المخيمات يضم عدد من الجنسيات بس تحديدا اللاجئين السوريين موجودين فيه. نعم. والتقينا طبعا مع المنظمات المعنيه سواء على مستوى اليو ان او المستوى عمده الجزيره هني، فتكلمنا بشان الاشكاليات الموجوده حاليا بالذات المتعلقه في الامور ذات الطابع يعني اللي لها اولويه في الجانب الصحي والجانب تحديدا تحسين مستوى المعيشه بالنسبه لهم، وكذلك بالنسبه للاطفال الايتام حاليا عندهم نسبه من الاطفال من يا فاقدين ابويهم او انهم يعانون من مساله اليتم، وكذلك بالنسبه للي تم بسبب ظروف اللجوء يعني تم تواجدهم في عده دول اوروبيه، فالبحث في كيفيه لم الشمل بالنسبه لهم. وحقيقة أيضا بحثنا مع البرلمان اليوناني بشأن القرارات التي تصدر والتي تمت باللاجئين السوريين، يعني يراعي في لأبعد الحدود مسألة حفظ كرامتهم ومسألة توافق مع قواعد الدولي العام قانون الدولي العام بالذات ما يتعلق في مسألة الصون حقوقهم كلاجئين في مسألة عدم العودة الجبرية أو القسرية، عدم تشتيت الشمل الأسر بسبب الأوراق الثبوتية وما غيرها. فكثير من الأمور اللي أيضا طرحناها كمبادرة من البرلمان بأن نعمل على تقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بالتعايش ما بين أهالي الجزيرة الموجود فيها تلك الملاجئ وكذلك الأخوان السوريين حتى لا تطرأ أعمال يعني مثل ما شهدتها اليونان منذ فترة شن العنف وتصاعد وتيرة الحجة بينهم، فنعمل إن احنا نعطي يعني على الأقل يكون في مساندة من هذا النوع. وأبلغنا من قبلهم بأننا احنا أول مؤسسة دستورية عربية تزور اللاجئين في أماكنهم وتم التوافق. نعم. صراحة على هذه المبادرة. نعم أستاذة دلال، بالإضافة إلى زيارة اليونان هل هناك أي خطوات أخرى سيقوم بها أو يقوم بها حاليا البرلمان العربي للتخفيف من معاناة اللاجئين؟ حاليا احنا نستهدف الدول المضيفة للاجئين واللي يكثر فيها التواجد أو تكون كمنطقة عبور خاصة أن اليونان يتم التقدم لها للحصول على إعادة توصيف في عدد من الدول الأوروبية، بس إحنا حاليا نركز على اليونان على أساس أن إحنا نستكمل منظومتنا التشريعية معهم في المساندة، بالإضافة لأن إحنا في عندنا أيضا تواصل مع عدد من الدول الأوروبية على أساس أن اليونان تسعى أن يكون هناك مشاركة من الدول الأوروبية في تحمل عدد من المهاجرين اللاجئين الموجودين لديها، ولكن أبدت أن هناك تحديات من الجانب الأوروبي
في المساعده والاسهام في قبول الاعداد المطلوب ان هي كحصه متساويه. فمسعانا ايضا بالتوجه للاتحاد الاوروبي اليوم ان يجب ان يعني يكون عنده التزام بتقديم المساعده كمسؤوليه دوليه تجاه اللاجئين سواء السوريين او غيرهم من الجنسيات الاخرى. نعم سعادة الأستاذة دلال الزايد، شكرا جزيلا لك.